هذا البرنامج برعاية QNB. مرحبا بكم. فيروس كورونا وأخباره تهيمن على المزاج العام في قطر هذه الأيام، ومخاوف من تفاقم أثاره على المشهد الاقتصادي في الدولة. 75 مليار ريال قطري دعم حكومي للقطاع الخاص كإجراء تحفيزي، وعشرة مليارات أخرى لدعم البورصة القطرية، وألية من طرف مصرف قطر المركزي لتأجيل سداد قروض القطاع الخاص لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإعفاءات جمركية على المواد الغذائية والطبية تصل إلى 6 أشهر أيضا، إضافة إلى إعفاءات على رسوم فواتير الكهرباء والماء، وتأجيل سداد قروض أيضا مشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لبنك قطر للتنمية. إذن كورونا هو يهيمن على المشهد العام وربما على القسم الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع. وفي التفاصيل أيضا نقرأ في هذه الحلقة: القاعدة النقدية في قطر ترتفع الشهر الماضي ب 5.4% إلى 76 مليار ريال قطري، أما التداولات العقارية فتنخفض إلى 49% في فبراير على أساس سنوي إلى نحو 1.5 مليار ريال قطري. التضخم في قطر ما زال في المنطقة السالبة للشهر السادس على التوالي. نعم، في فبراير الماضي يسجل أقل من 0.5%، وأرباح القطاع التأميني في قطر تنخفض في نهاية العام الماضي بنسبة 46% إلى 333 مليون ريال قطري. والعمل رسميا في 19 من شهر آذار مارس الحالي بإلغاء مأذونية الخروج للمقيمين العاملين في القطاع الحكومي والشبه الحكومي. كانت هذه أبرز عناوين حلقة عين على قطر. المشوار ابتدأ، أهلا ومرحبا بكم. ارتفعت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 5.4% على أساس سنوي إلى نحو 75 مليار و800 مليون ريال، ودعم النمو السنوي للنقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي زيادة النقد المصدر إلى 17 مليار و300 مليون ريال، وارتفاع الاحتياطي الإلزامي بنسبة 9.6% وصولا إلى 39 مليار و300 مليون ريال، مع صعود فائض الأرصدة الاحتياطية إلى نحو 8 مليارات ريال مقابل 3 مليارات و700 مليون ريال في شهر فبراير من العام الذي سبق. تراجعت قيمة التداولات العقارية في قطر خلال شهر شباط فبراير الماضي بنسبة 49% على أساس شهري إلى نحو 1.5 مليار ريال. هذا وتراجع مؤشر أسعار العقارة في قطر بنهاية العام الماضي بنسبة 8.13% على أساس سنوي. انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر خلال شهر شباط فبراير الماضي بنسبة 0.47% على أساس سنوي محسوبا على سنة الأساس الجديدة 2018. هذا ويواصل مؤشر التضخم في قطر تحركه في النطاق السالبي للشهر السادس عشر على التوالي، بتأثير من انخفاض أسعار مجموعة السكن والكهرباء والماء التي تمثل نحو 22% من وزن المؤشر. تراجع صافي أرباح قطاع التأمين في قطر بنهاية العام الماضي بنسبة 46% على أساس سنوي إلى نحو 333 مليون ريال، وضغط على الأرباح السنوية للقطاع ارتفاع خسائر الشركة القطرية العامة للتأمين بنسبة 177% إلى نحو 468 مليون ريال، إلى جانب تراجع أرباح شركة الدوحة للتأمين بواقع 19% وتسجيل شركة قطر للتأمين أرباح هامشية بواقع 1%. كما ذكرنا، فيروس كورونا يهيمن على المشهد العام في قطر والعالم خلال هذه الفترة. حزمة من الإجراءات وكذلك أيضا القرارات لتحفيز الاقتصاد في ظل الأثار المتوقعة للفيروس على بيئة الأعمال في قطر، وهذا ما تلته السيدة لولو الخاطر وهي المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات. أهمها ضخ 75 مليار ريال قطري دعم للقطاع الخاص بأشكال شتى، توجيه الصناديق الحكومية للاستثمار في بورصة قطر بعشرة مليارات ريال قطري، إعفاءات على السلع الغذائية والطبية لمدة 6 أشهر، إعفاء عدد من القطاعات بما في قطاع السياحة وقطاع
الخدمات والتجزئة من رسوم الكهرباء والماء، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الاحترازية الأخرى. نتابع أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي للسيدة لولو الخاطر. حزمة من القرارات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والمالي وهي كالتالي: القرار الأول توجيه حضرة صاحب السمو بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص. القرار الثاني قيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة 6 أشهر. القرار الثالث توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة 6 أشهر. القرار الرابع توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليار ريال قطري. القرار الخامس قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة. القرار السادس إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك. القرار السابع إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء ل6 أشهر: قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية كذلك. القرار الثامن الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر. منذ أن بدأت التأثيرات البشرية والاقتصادية لفيروس كورونا على الاقتصاد القطري، حزمة من الإجراءات الاحترازية وكذلك القرارات ذهبت إليها الحكومة القطرية من طرف، إضافة إلى مساهمات ومبادرات من طرف بعض المؤسسات والشركات العاملة في قطر لتخفيف الأثر الاقتصادي للفيروس على الاقتصاد القطري. تفاصيل أكثر فيما يتعلق بأهم تلك المبادرات والإجراء في سياق العرض التالي. من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ومن أجل احتواء انتشار هذا الفيروس في قطر، اتخذت اللجنة العليا لإدارة الأزمات عدة قرارات نلقي نظرة عليها في هذا العرض. بعض الإجراءات التي اتخذتها الدوحة لتلافي أثر فيروس كورونا: سيدخل حيز التنفيذ في 18 مارس إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة ولمدة 14 يوما، وستكون هذه أو هذا القرار ممكن أن يكون قابلا للتجديد، وسيتم إيقاف جميع وسائل المواصلات العامة. هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءا من 22 مارس، حيث سيبدأ تطبيق نظام الدراسة عن بعد للمدارس الحكومية، وسيكون مسموحا لبعض الفئات للعمل عن بعد. هذه الفئات هي الموظفين فوق سن 55، النساء الحوامل، الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، هؤلاء سيكون لهم الحق من العمل من المنزل. القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص القطري طبعا من أجل التخفيف من تداعيات هذا الفيروس الاقتصادية، سيتم تقديم محفزات مالية بقيمة 75 مليار دولار، وسيتم توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقرضين لمدة 6 أشهر، وسيتم توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بقيمة 10 مليارات ريال قطري، بالإضافة إلى إعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية لمدة 6 أشهر، تحديدا أيضا للشركات الصغيرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بعض إجراءات البنك المركزي القطري من أجل مواجهة تداعيات الفيروس الاقتصادية: تم وضع آلية مناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والالتزامات بالنسبة للشركات والأفراد لفترة سماح 6 أشهر، وسيتم توفير سيولة إضافية للبنوك العاملة في قطر من أجل يعني تلافي هذه التداعيات، وسيتم إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر، كما سيتم أيضا إعفاء بعض القطاعات من رسوم الكهرباء والماء لمدة 6 أشهر. وهذه طبعا الإجراءات التي تأتي من الحكومة القطرية في محاولة للحد من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.
طبعا وعلى هامش تغطية سي ام بي سي عربية للمؤتمر الصحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات، كنا قد التقينا بالسيد صالح ماجد الخليفي وهو وكيل وزارة التجارة والصناعة، تحدث عن هذه الإجراءات وآليات التفعيل والبرامج التنفيذية لها وانعكاساتها بشكل عام على قطاع الأعمال في الدولة. خلية طوارئ تعمل بأريحية أكثر، خطة المخزون الاستراتيجي موجودة، خطة المنتجات الرئيسية موجودة، خطة الأمن الغذائي موجودة، جميع أجهزة الدولة تدفع هذه الخطة لتوفير جميع سبل الراحة للمواطن والمقيم في الدولة. مثل ما تعرف عندنا اليوم أربع شركات تصنع المنتجات الطبية، وصلت بعض المكائن جديدة في الإنتاج سواء كانت للمعقمات للكمامات. اليوم قريبا راح نبدأ ننتج 1,000,000 كمام في الشهر، فهذا كله يبين على رصانة الاقتصاد القطري والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ناهيك عن هذه الحوافز الجديدة اللي تدفع القطاع الخاص والمصنعين بشكل أكبر أنهم يزيدون من إنتاجهم ويزيدون من جودة المنتجات لتلبية السوق المحلي، وإن شاء الله ندعم الأسواق المحيطة أيضا بتلبية احتياجاتهم. طبعا هي جملة من الإجراءات الاحترازية قامت بها قطر منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، إن على مستوى حركة النقل أو كذلك أيضا على مستوى الحجر الصحي. كنا قد التقينا بالدكتور عبد اللطيف الخال وهو الرئيس المشارك للجنة الرصد والأوبئة التابعة لوزارة الصحة العامة في قطر، تحدث عن تلك الإجراءات والحالات ووضع الحالات المؤكدة لفيروس كورونا، مشيرا بأن الأيام القادمة ربما سوف تشهد الإعلان عن شفاء العديد من الإصابات المؤكدة بالفيروس. هذه الإجراءات مهمة وراح تساعد وزارة الصحة وراح تساعد الجمهور في الحد من انتشار الفيروس، ونتأمل إن شاء الله يكون بشكل كبير، لأنه على سبيل المثال الكبار في السن أو اللي مصابين بأمراض مزمنة يستطيعون العمل من المنازل، وهذا يقلل من احتمال إصابتهم بالفيروس أثناء العمل، لأنه يقلل من تعرضهم للآخرين. كل ما قل التعرض للآخرين قل احتمال الإصابة بالفيروس، فهذا جزئية مهمة. الوقف بالمواصلات العامة والمترو هذا أيضا يقلل من احتمال الانتقال للأشخاص المصابين بسهولة من مكان إلى آخر، قد يكونون مصابين بأعراض خفيفة وما عندهم أعراض ويتنقلون من مكان إلى آخر ويساعدون في نشر الفيروس. وهذه الإجراءات ثبتت فعاليتها في الصين، حيث تم إيقاف المواصلات بشكل تام مما تسبب في شلل شكل تام في ووهان، وكان هذه الإجراءات فعالة جدا في الحد من انتشار الصين، حيث أن الصين بدأت تسجل أقل حالات إصابة في العالم الآن بعد ما كانت الأولى. فهذه الحزمة من الإجراءات اللي إحنا يعني على يقين إن شاء الله أنه راح يساعدنا في الحد من انتشار الفيروس. دكتور، ضعنا في تحديث للأرقام، عدد المرضى، عدد المشافين، وهل ستعلنون عن حالات جديدة لشفاء المصابين في المرحلة القادمة القصيرة؟ نعم، تم الإعلان، قامت وزارة الصحة اليوم بإعلان عن 64 حالة جديدة، معظمهم من الأعمال الوافدة، وهم من الذين تعرضوا للعمالة الوافدة الذين تم تأكد من إصابتهم في الأيام الماضية، ومن الذين تقوم وزارة الصحة بإجراء الفحوصات عليهم، ومعظم هؤلاء في الحجر الصحي. فهذا شيء جيد لأنه يبين أن الوزارة استطاعت أن تشخص الحالات قبل ظهور الأعراض عليها وقبل أن يقوموا بنشرها في المجتمع، يعني في مناطق أخرى. وما زالت هذه الإجراءات تسير على قدم وساق بشكل يومي ولا تتوقف حتى يتم اكتشاف جميع الحالات أو على الأقل معظم هذه الحالات. الحمد لله تم الإعلان عن شفاء 4 حالات بالأمس، حيث هذا يعني إن هذه الحالات كانت إيجابية في البداية، وبعدين بعد أيام من العزل تم إعادة الفحص أكثر من مرة لهم، وتم تبين أن الفحص أصبح سلبي. نتوقع إن شاء الله خلال الأيام القادمة المزيد من الناس سوف يعني يتم الإعلان عن شفائهم. حتى الآن الحمد لله يعني لا توجد عندنا حالات شديدة. أعزائي المشاهدين، بقونا معكم في هذه الحلقة من عين على قطر، سوف نخصص القسم الثاني منها كاملا للحديث عن أهم اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة. لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا.
هذا البرنامج برعاية كيو إن بي. هذا البرنامج برعاية كيو إن بي. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، أيضا في ظل إجراءات احترازية لعقد الجمعيات العمومية، عدد من الشركات المدرجة تعقد جمعيات العمومية، شركة مسعيد للبتروكيماويات وصادق مساهمها على ما جاء في البيانات المالية والمركز المالي، الشركة تراجعت أرباحها العام الماضي بنسبة 15% متأثرة بتراجع أسعار منتجات الشركة في الأسواق العالمية، لكنها أقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% بإجمالي 880 مليون ريال قطري. طبعا الإعفاء الضريبي كان إعفاء جوهري ساعدنا في سنة 2019. احنا في 2019 طبعا تأثرنا من الأسعار، كان فيها انخفاض على مستوى قطاع البتروكيماويات عالميا، وطبعا بما أثر على مسعيد وعلى شركاتها التابعة واستثماراتها. طبعا الإعفاء الضريبي كان إعفاء في شقين، في شق كان متعلق بالاسترداد الضريبي عن سنة 2018 وهي كان يقدر تقريبا 170 مليون، وبالإضافة لذلك الإعفاء اللي توصلنا له مع وزارة المالية بين قطر بترول ووزارة المالية، طبعا جات الموافقة ووقعنا على مذكرة تفاهم تعفي استثمارات مسعيد 100% في استثماراتها في الشركات التابعة الثلاثة. كان لديكم تراجع كذلك حوالي 20% في المشاريع المشتركة، ما الأسباب بشكل عام؟ طبعا الأسباب الأساسية كانت شقين، شق هو طبعا الأسعار منخفضة تقريبا ما يقارب 19% أو 15%، هو التراجع كان 19% على مستوى الإيرادات، والأسعار كان 15% نازلة عن السنة الماضية، وكان في كذلك تأثير بسبب بعض التطفيئات السنة في سنة 2019، كانت تطفيئات طبعا بعضها مخطط لها وبعضها غير مخطط لها، وهذه أثرت على إجمالي المبيعات تقريبا 5%، فطبعا هم الاثنين هذول أثروا على مبيعاتنا. التوزيعات كما سمعنا من المساهمين كانت سخية، لكن في نظركم هل هي مناسبة للمحافظة على أداء الشركة لمواجهة الظروف المتوقعة في 2020؟ طبعا مثل ما ذكرنا في التقرير في الجمعية العمومية احنا التوزيعات كان ما يقدر 7% من القيمة الاسمية للسهم أو 7 دراهم، فطبعا هذا لو تشوفها من نسبة صافي الأرباح، احنا طبعا وزعنا 74% من صافي الأرباح، وهاي يعتبر من توزيع سخي لما تقارنها بالسنين الماضية. لو تشوف السنة الماضية طبعا وزعنا 8 درهم، والثمانية درهم انت تقيسها على 1.4 مليار وتقارنها بأرباح السنة 1.2 مليار ووزعنا 7%، فالنزول في الأرباح ما مش في نفس نسبة النزول في التوزيعات، فالتوزيعات تعتبر جيدة جدا. وإحنا طبعا خذنا بعين الاعتبار الخطة الخمسية، وعندنا عدة مشاريع منها رأسمالية في زيادة الطاقة الإنتاجية، وهي طبعا الإثلين فرنس في كيوكم، وهي طبعا مشروع بيكلفنا تقريبا 390 يعني شوية فوق 390 مليون ريال قطري، وإن شاء الله بيكون بيزيد من طاقة الإنتاجية ب7% في حلول 2022. أيضا بدورهم مساهمو شركة السلام العالمي يصادقون على توصية مجلس إدارة بعدم توزيع أرباح العام 2019، هذا أمر طبيعي لأنه في حقوق الملكية ليس هناك من أرباح بل هناك خسائر مجمعة تقارب 49% من رأس المال بالغ 1.142 مليار ريال قطري. الشركة سجلت خسائر بنهاية العام الماضي 2019 ما يزيد عن 129 مليون ريال قطري لأسباب تحدث عنها تفصيلا السيد عبد السلام أبو عيسى وهو رئيس تنفيذي للشركة. نتائج الشركة لسوء الحظ لم تكن مرضية، ولكن بالنسبة لنا قامت إدارة الشركة جاهدة في السنين الثلاثة الماضية منذ بدأت الأزمة بجهود كثيفة لإعادة هيكلة الشركة وإعادة تقليص المصاريف وتخارج من الشركات الغير مجدية أو اللي ربحيتها انتقلت إلى خسائر، والتركيز على الشركات ذات الأداء القوي التي كانت من الشركات التي تستثمر أو تنتج ربحية مرضية. وطبعا الأزمة اللي صارت
عندنا في موضوع قطاع العقارات، صار في ضغط كبير على أسعار العقارات، وطبعا شركة السلام تملك أصول كثيرة في بالنسبة لرأس مالها، وهذه الأصول كانت تعود عليها أرباح كبيرة وتقلصت مع الضغط على الأسعار، ولكن الحمد لله ما زالت عندنا، يعني مع أن عندنا خسائر هالسنة في جزء كبير من هالخسائر خسائر لن تكرر. قامت الشركة في أخذ المخصصات الكاملة لكل المديونات التي تأخرت عن المتأخرة، وأخذ المخصصات الكاملة على كل القطاع التجزئة في قطاع التجزئة. وعندنا موضوع المقاولات، قامت الشركة بالتخارج من شركتين أدوا إلى خسائر كبيرة في السابق، والحين الحمد لله هذه الخسائر تلاشت لن تتكرر في 2020. خارجيا، هل تخرجتم من مشاريعكم الموجودة في دول الخليج، هل فيها ربحية أو عائد؟ أغلب المشاريع التي كانت تؤدي إلى خسائر كبيرة تخرجنا منها بنسبة تقريبا 100%، وكل الاستثمارات هذا بالذات في دولة الإمارات وعمان، الاستثمارات التي ما زالت عندنا استثمارات مربحة الحمد لله، وإن شاء الله تنعكس في 2020. فقلصنا أغلب الخسائر التي كانت تجي من الإمارات وعمان. طبعا السؤال الذي يطرح نفسه، أنت تعلمه، ما هي خطة الشركة على الأقل لتقليص هذه الخسائر؟ هل ربما سنقلصها في الربع الأول أم ثاني؟ توقعاتكم؟ الشركة الحمد لله فيها عدد كبير من الشركات مربحة، وكانت مربحة في السنين القادمة، وتوقع أن تكون ربحيتها مستمرة وفي السنين القادمة. وهدف الشركة أو هدف إدارة الشركة الحين التركيز على هذه الشركات، دعمها وحمايتها لتكون هي لها النصيب الأكبر في أداء الشركة ككل. يعني إحنا مع أن خرجنا من بعض الشركات التي كانت نتائجها سلبية على الشركة، ولكن نتوقع أن أداء الشركات الأقوى اللي كانت في المجموعة أنها تعوض، وإن شاء الله تكون ربحيتها تؤدي إلى ربحية الشركة كاملة كالسلام العالمية. مساهم شركة ناقلات الغاز يصادقون أيضا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10% نقدي، ما يوازي 10 دراهم، وبإجمالي 554 مليون ريال قطري. أرباح الشركة ارتفعت العام الماضي بما يقرب من 12%، ولأول مرة تتجاوز أرباح الشركة حاجز المليار ريال قطري. شركة قطر للصناعات التحويلية مساهموها أيضا يصادقون على ما جاء في البيانات المالية والمركز المالي وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي. كان تراجع كبير في صافي الأرباح، قارب 40% إلى 121 مليون ريال قطري، وذلك نتيجة انخفاض إيرادات الشركة، وكذلك انخفاض حصتها في شركات أيضا في مشاريع مشتركة. طبعا الشركة أوصت بتوزيع 15% نقدي بواقع 15 درهم، وبإجمالي 71 مليون ريال قطري. نتائج الشركة الحمد لله، هناك الأرباح كانت 125 مليون، أوصل مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع، والحمد لله واليوم وافقت الجمعية على توزيع أرباح 15% للمساهمين. تأثرت صحيح واحدة من الشركات هي اللي أثرت على هذه، وهي إعادة فورمولا بصراحة مع قطر البترول في أحد الشركات الفرعية، أثر على ربحية هذه الشركات، وهذا سبب انخفاض النتائج. كان لديكم استبعاد مجموعة من الاستثمارات الخاصة بالشركات الزميلة، مقابل كان لديكم كذلك شطب مجموعة من المعدات، كيف أثرت بشكل عام؟ لا، هو أحد المصانع القديمة قمنا ببيعها، فلذلك هذا هو أثر بهذه، بعناها على خارج دولة قطر، هي أثرت، القيمة الدفترية كانت أعلى، فلذلك هنا تأثرت النتائج، هذه هي. وإنما عدا ذلك الحمد لله جميع نتائج جميع الشركات الفرعية التابعة للشركة القطرية للصناعة التحويلية الحمد لله كل نتائجها ربحانة وعاملة أتشيفمنت الحمد لله، وعندنا توسعات والوضع جيد وممتاز، ونحن الآن كثير يعني مبشرات الحمد لله، عندنا فل يعني الحمد لله، كثير من مصانعنا محجوزة للفترة القادمة، وهذه صراحة بشارة، يعني سواء كان بمشاريع للسوق المحلي
أؤكد بمشاريع للسوق المحلي. الحمد لله هذه المصانع موجودة في قطر، احنا معظم مصانعنا الوحيدة في 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 قطر، فلذلك معناته ان السوق القطري الحمد لله محتاج لهذه الخدمة. وكذلك نقوم بالتصدير، احنا بدأنا التصدير الحمد لله لدول كثيرة، امريكا، كندا، استراليا، بلجيكا، هولندا، المغرب، تونس، الجزائر، فلسطين، احنا نصدر كثير من مشاريعنا، العراق الآن مؤخرا كذلك، يعني كثير من الحمد لله النتائج مبشرة بالخير، ونتمنى إن شاء الله 2020 تكون إن شاء الله النتائج أفضل. وهكذا أعزائي المشاهدين تكون حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع قد وصلت إلى آخر محطاتها. في الأسبوع المقبل نلتقي، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية QNB.